السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا زي ما انتم شايفين يا جماعة كده معانا أرض النهاردة بزمام الداخلة تبع محافظة الوادي الجديد، مدينة موط. مدينة موط هي المركز الرئيسي لمركز الداخلة، طبعا بيتوفر فيها كل الخدمات، وأكيد ناس كتيرة جدا شافتها وعرفها. طبعا قبل ما نبدأ يا جماعة نتكلم عن العرض اللي معانا، عايز أقول لكم إن احنا بنعرض بعض العروض وبنكتب أسعار، زي عرض كنا كتبنا عليه 200,000 وبعدين غيرنا كتبنا 170. فيا جماعة هو كان ب 200,000 فعلا، أنا ما بتكلمش مع صاحب الأرض، يعني صاحب الأرض قال 100 خلاص أنا بنشر على 100، وبعدها لما يجي زبون أو حد عاوز يشتري هو بيفاصل معاه وبيتكلم معاه، فزي ما بيوصلوا لو اختلفوا خلاص في السعر انا ليا اخر سعر وصل ليه البايع. والله وصل نزل بدل ما كان هو 200,000 بقى 170,000، فده في خدمة للناس. فانا بنشر في الاول الناس لما بترد برد عليها بكتب 200، لكن بعدين لما تغير السعر بكتب 170، فالناس بتفتكر ان انا بغير في الاسعار. انا مش بغير في الاسعار ولا حاجة، انا شايف ان الخير للناس كده، فانا بوصله للناس يعني. طيب الحاجة التانية يا جماعة، اللي عاوز يحجز ميعاد مثلا علشان يجي عاين او يشوف ارض، يا ريت يسيب لنا مثلا رسالة على التليجرام او رسالة على الواتساب، والحاجات دي طبعا كلها وسائل التواصل بنسيبها لكم اسفل الفيديو، تقدر تدخل وتشترك فيها كلها، وده طبعا هيكون اسهل ليك واسهل لينا ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا يا جماعة الارض اللي معانا دي تبع صندوق استصلاح الاراضي النظام القديم، طبعا طالما يعني من فدان من فوق الاربعة فدان بيكون الاسعار ما بتزيدش عن 500 جنيه اللي هي القيمة الايجارية الثانوية. بعد كده يا جماعة طبعا لما تيجي تقنن كل القصة انك انت بترفع بتزرع الارض كلها، والارض كلها دي مزروعة، العرض اللي معانا مزروع بالكامل، بتجيب اللجنة وبتعمل تقرير او بتعمل لك التقرير وترفعه لك او التقنين وترفعه لك الطلب، لما ان شاء الله باذن الله تعالى يرد عليك تقدر بعد كده انت تتملك الارض، وبدل ما تدفع قيمه ايجاريه بسيطه، هي صراحه بسيطه جدا يعني، تقدر بعد كده تتملك الارض باذن الله بكل سهوله، لانك انت هتدفع بعد كده اقساط مع الدوله. فزي ما انتم شايفين انا طبعا بحب الصندوق القديم لانه بمثابه الملك، يعني انا شايفه بمثابه الملك، سهل والاراضي مزروعه واراضي قديمه، والعرض اللي معانا ده زي ما انتم شايفين كده مواصفاته ان هو تقريبا بالضبط عدد النخل تقريبا 50 نخلة موجودين مزروعين زي ما انتم شايفين كده، الارض مزروعة برسيم حجازي، فيها بير، عمق البير من 130 ل 160 بالضبط كده، لان المسؤول اللي انا سألته ما كانش عارف بالضبط، لكن هو كده يعني. كهرباء طبعا ما فيش طاقة شمسية، كهرباء بس. الحاجة التانية يا جماعة، طبعا انا عرفتكم كده البلد بتاعته فين، ان هو تبع مركز الدخلة مدينة موط جنب الطريق. في اخر الفيديو يا جماعة هتلاقينا ان احنا لما بنتحرك على طول بالعربية كده بنتحرك من جنب الارض وبنوصل للاسفلت في تقريبا دقيقة ونص، يعني ما كملناش دقيقة ونص كنا طلعنا على الاسفلت اللي هو جنب، بتمشي بعد منه حوالي 4 كيلو تلاقي نفسك انت في وسط البلد، يعني بالضبط لما تطلع من البلد لما توصل للارض ما بتكملش 5 دقائق بالضبط، 5 دقائق تلاقي نفسك انت في الارض بتاعتك من داخل الارض لما المدينة تموت. تمام كده، تقريبا كده كل التفاصيل معانا وكده عرفنا النظام ماشي ازاي. طبعا هنوصل لاخر حاجة وهو سعر البيع. سعر البيع يا جماعة صاحب المشروع بيتكلم في 110,000، 110,000 لان المشروع 25 فدان بس، 25 فدان بالبير بتاعهم، البير خاص بيهم، يعني انت اللي هتبقى متحكم في كل شيء، لان الارض من بابها محدش شريك معاك في الارض، هتقدر طبعا تعدل الزراعات الموجودة كلها، لان صاحب المشروع مش موجود ومش داير يعني حد كده داير له الارض. طبعا زي ما انتم شايفين الارض فيها بعض الحشائش، البرسيم قديم، برسيم بلدي على برسيم حجازي على حشائش غريبة، ولكن في بعض القطع هتشوف حاجة حلوة، البرسيم حلو وجميل، فانت تقدر لما تيجي تخدم ارضك وتظبطها كده على مزاجك انت وعلى دماغك انت، فيبقى عندك ان شاء الله باذن الله محصول كويس، لان الارض طبيعتها جميلة، ولو لاحظتوا النخلة بتاع الجيران جنبينا ما شاء الله جميل، والاراضي المزروعة جنبينا حاجة حلوة خالص، فانت تقدر تخلي الارض دي بنفس المعدل، والارض مزروعة كلها، فيها جزء مزروع قمح
وقمح برضه كده مزروع يعني زارعينه جماعه ايه، لان صاحب المشروع يا جماعه مش موجود. فطبعا طالما صاحب المشروع مش قائم على المشروع بتاعه فشيء طبيعي ان هيبقى فيه اهمال، وطالما يعني اصحاب المشاريع بينوا بيع بيبقى فيه اهمال للارض، لانه طبعا هو اكيد فيه ظروف معينه خليته باع احنا ما نعرفهاش ايه هي، بس طبعا غير متعلقه بالارض تماما. يعني الارض ما شاء الله جميله، البير جميل، الكهرباء تمام، كل حاجه ممتازه جدا. وانا اسف جدا على الاطاله، بس انا حابب اوضح ليكم الوضع ايه، الوضع العام، لان في ناس بتقول طب 25 فدان وكهرباء وكده، طب هو بيبيع ليه؟ هو بيبيع يا جماعه، كل انسان له ظروفه وكل انسان ليه حياته يعني، خلاص هو اصلا مش من البلد، يعني هو مش من موت، صاحب المشروع ده مش من موت. فزي ما انتم شايفين البرسيم ما شاء الله جميل، وحاجه ما شاء الله منتجه، يعني مش ده برسيم طبعا اهو زي ما انتم شايفين ما فيهوش حشائش ولا فيه اي مشاكل، ولكن كله برسيم قديم شويه مزروع بقاله فتره، عشان كده هتلاقي ان فيه نوعا ما نوع من الخفه يعني خفيف شويه، ولكن الارض زي ما قلت لكم 25 فدان مش قليله ببير واحد. وبكده اكون ان شاء الله استوفيت، لو في اي حاجه كده محتاجينها ان شاء الله او في اي حاجه جديده هسيبها لكم ان شاء الله، لو في اي تفاصيل وصلتنا جديد هسيبها لكم ان شاء الله، هتلاقوها على التليجرام او هتلاقوها على الواتساب ان شاء الله، الجروب اللي هسيبه لكم الرابط بتاعه في الوصف ان شاء الله. وتابعونا كده، لان قبل ما ننزل العرض بننشر على الواتساب وبننشر على التليجرام ان في عرض هينزل، فده هيبقى يعني هيخليك من اول الناس اللي تسبق العرض وتشوف العرض الجديد بتاعنا ان شاء الله باذن الله تعالى. واتمنى لكم التوفيق، وباذن الله تعالى ربنا يجعل فيه نصيب للي يستاهله، وربنا يبارك للبائع والمشتري. وقبل ما ننهي الفيديو يا جماعه اقول لكم ما تنسوش الاشتراك وما تنسوش اللايك الجميل، ما تنساش تشير الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. واسيبكم كده تستمتعوا بالفيديو للنهايه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.